أكدت قيادة حركة حمص لحزب جبهة القوى الاشتراكية خلال لقاء جمعهما بالأمس على أن الحزبين يتفقان في كثير من الرؤى الاقتصادية والسياسية وفي المحيط الإقليمي والدولي، غير أن حمص أكدت على أن المبادرة المعروضة عليها لم تأتي بأي جديد يضاف لمجهودات المعارضة، مؤكدة أنها متمسكة بخيار وحدة المعارضة. أوضح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن القاضي الجزائري المكلف بمتابعة ملف رهبان تبحيرين موجود في فرنسا لحضور تنفيذ إنابته القضائية التي تم إصدارها للقضاء الفرنسي، مؤكداً في نفس الوقت أن القضاء الجزائري يقوم بعمله بطريقة عادية ووفقاً للقانون. من جهته اعتبر خبراء فرنسيين أن رفض أخذ عينات من رفات الرهبان إلى فرنسا من الطرف الجزائري هو عرقلة في التحقيق للكشف عن حقيقة القضية. أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب العيز أن مطالب سلك الحماية المدنية تمت معالجتها في إطار التكفل بالوضعية الاجتماعية، وأن ما روج له مؤخراً بخروجهم للاحتجاج هي مجرد إشاعة ولا أساس لها من الصحة. كما أكد على أن الإضراب أو التوقف عن العمل للأسلاك المكلفة بالأمن ممنوع، كما لم يستبعد بالعيز بالسماح بتأسيس نقابة مستقلة للشرطة. أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية مغبريط على أن المطالب الاجتماعية لنقابات القطاع قد تم التكفل بها بنسبة 80%، مؤكدة أن الإضرابات الأخيرة لم تلقى رواجاً كبيراً، داعية الأساتذة لتغليب مصلحة التلميذ على كل شيء، على الرغم من تأكيدها على المشاكل الموجودة التي قالت إنها تتطلب الحوار لحلها. أعلن قائد أركان الجيش الفرنسي بيير دوفيلي في تصريح له لإذاعة أوروبا واحد أنه تم القضاء على منفذي اعتداء تيكون تورين بعين مناص، مؤكداً أن مدبر الهجوم كانوا 7 تم تصفيتهم بالكامل ولم يبق سوى مختار بالمختار. تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولايات لأمن ولاية تيبازا من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات، وذلك بالتنسيق مع أمن ولاية المسيلة، حيث تم إحالتهم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازا، فيما تبقى التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الجريمة وما إذا كانت أطراف أخرى مرتبطة بالقضية. تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات الصالون الوطني للعسل ومنتجات خلية النحل في طبعته 15 بجسر قسنطينة بالعاصمة، وذلك بمشاركة 35 مربي من 23 ولاية، ويمتد المعرض إلى غاية الفاتح من نوفمبر القادم. الصالون الوطني لقى استحسان المواطنين وهو ما يسمح لهم بالتعرف أكثر على منتجات العسل المختلفة. انتشرت اليوم قوات الاحتلال على مختلف مداخل البلدة القديمة بالقدس وأبواب المسجد الأقصى، وتم إغلاق الطرق بالحواجز الحديدية. كما أعلنت شرطة الاحتلال عدم السماح لمن هم دون 40 عاماً بأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى اليوم. من جهتها تشهد مدينة القدس المحتلة حالة من الاحتقان بسبب استشهاد أحد الفلسطينيين على يد مستوطنين. يتوجه اليوم بالخارج أزيد من 300,000 ناخب تونسي إلى مراكز الاقتراع على مستوى القارات الخمسة لاختيار أعضاء البرلمان، حيث تكتسي هذه الانتخابات التي يشارك فيها 1,300 قائمة حزبية مستقلة، إذ سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي. هذا ومن المفترض أن تنطلق الانتخابات بالداخل بعد غد الأحد. قتل اليوم 5 من عناصر أنصار الله جماعة الحوثي في هجومين منفصلين بمحافظة الحديدة،
وذلك على أثر اشتباكات واحتجاجات عنيفة تطالب بإخراج مسلح الحوثي من المحافظة بعد انتشار العشرات منهم في مواقع حيوية من بينها المطاران المدني والعسكري. سيكون الموعد مساء اليوم مع الجولة التاسعة لبطولة الرابطة الثانية موبيليس، جولة ستتوجه فيها الأنظار لقمة الجولة التي تجمع فريق اتحاد الشوية صاحب المركز الرابع بالمتصدر شبيبة بجاية على ملعب الوحدة المغاربية. وفي مباريات أخرى تسعى فرق أهل البرج، أولمبي المدية ومولدية سعيدة لتحقيق الفوز من أجل البقاء ضمن فرق المقدمة.